مباراة أخرى ستكون بين هجر والأهلي، التدريبات والاستعدادات التي أجراها فريق هجر الذي سيستضيف الأهلي كيف جرت وكيف تتم؟ نتابعها في هذا التقرير. مباراة صعبة، مباراة في منتهى الصعوبة، باللعب منافس قوي جدا. النادي الأهلي من الفرق الكبيرة جدا في المملكة، وعنده من القدرات الفنية الجماعية والفردية حدث ولا حرج زي ما بيقولوا. يعني هنحاول بقدر الإمكان احنا نتعامل مع المباراة بشكل منطقي وبشكل إيجابي، بحيث ان ان شاء الله بإذن الله نحاول بقدر الإمكان احنا ناخد 3 نقط بإذن الرحمن. نلعب على 3 نقاط، ما جبناش 3 نقاط، التعادل مش وحش مع فريق كبير زي النادي الاهلي، بس ده مش هدفنا، الهدف هو 3 نقاط، ما جبتش 3 نقاط هو الهدف النقطة، لأن احنا لو بصينا ليه موقفنا في الجدول مع الفرق مع الماتشات اللي جاية، نقطة مش وحشة في في في, في الظروف اللي احنا مرينا بيها الفوز ما قبل مباراة نجران، لكن بقى بعد مباراة نجران خلاص الأمور اختلفت، فأنت بتلعب على 3 بونت مع أي فريق، الطموح اختلف، طموح الفرق الاخرى برضو اختلف، فانت لازم تواجه وتجابه هذه الطموحات الكبيره اللي جات من خلال مكسبك مع نجران ومع الوحده. بص، ما فيش شك اي فريق بيبقى محتاج بعد فتره معينه، فتره توقف طويله، بيعيد حساباته مره اخرى. رغم ان احنا كسبنا ماتشين ورا بعض قبل الايقاف ده، مش عايز اقول ده ضرني، لان انت بتكسب فالمكسب بيجيب مكسب، لكن بقول الحمد لله والشكر لله ان احنا وقفنا عند حد معين على اساس ان احنا نستعيد بعض الـ 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 نصلح بعض او نرمم بعض القصور اللي موجود في الفريق في الفتره اللي فاتت، الفتره السابقه، في الشك استفدنا بشكل كبير، صحيح ما قدرناش نعمل معسكر، وده خساره بالنسبه لي فنيه، لان طبعا النادي كان في ظروف صعبه ماليه، فما قدرناش ان احنا ندبر الماليات نسافر بيها، وفي نفس الوقت ايضا كان في مجموعه لعيبة عندها امتحانات نص السنه، وفي لعيبه تانية عندها دوام، فما قدرناش نظبط، فالمعسكر اتلغى، فاستعضنا بمعسكر داخلي وعملنا يمكن 6 وحدات صباحا ومساء، فدي برضه استفدنا بيها بشكل كبير. والله يعني بالنسبة يعني كأزمة، لا زالت الأزمة موجودة أصلا، لكن يعني مجلس الإدارة يعني مثلا في بعض الأعضاء استطاعوا أن يتجاوزوا الأزمة بتسهيل بعض الموارد المالية 3 مليون ريال، فاستطعنا يعني أن احنا نغطي مصاريف اللاعبين اللي بنتخلى عنهم زي مصطفى وزي حازم جودة، ونقدم نعطي بعض المقدمات حق الناس الجديدة زي أحمد عبد العزيز وأحمد بكر. الحمد لله تجاوزنا، يعني ما اقول تجاوز الازمه كلها، تجاوز جزء من الازمه، لكن ان شاء الله في المستقبل يعني خلال الايام الجايه ان شاء الله ننهي الموضوع ان شاء الله. والله اعضاء الشرف هم قصير، يعني شوف يعني فزنا احنا المباراه الاخيره وثلاثه من انفسهم اللي اتصلوا قبل يعطونا. اعضاء الشرف دائما في الموعد، لكن لا زال يعني الرياضه تحتاج الى الدعم الكبير من يعني رعايه الشباب، من تعسف كره القدم، من هيئه المحترفين. يعني تصرف مبالغ كبيره جدا لا يمكن يغطيها عضو الشرف ولا الا في بعض الانديه الخاصه، يعني مثل 4 أو 3 أندية في المملكه واحنا عارفينهم. هجر سيواجه الاهلي، سامي القرشي، مباراه منتظره بين الفريقين. إلى أي حد يبدو هجر في وضعية جيدة، أو أن الأهلي بعد فوزه الأخير على النصر سيكون أفضل حالا وأكثر قدرة بعد مرحلة ماضية من التعثر للفريق الأهلاوي؟ أنت لا تستطيع أنك أنت تراهن على مستوى على نتائج في كل الأحوال. فوزك على الاتحاد ومن ثم فوزك الآن ومن بعده الشباب وفوزك على نادي النصر مؤخرا، هذا لا يعني أنك أنت بسهولة بإمكانك أنك أنت تهزم فريق هجر. على الأهلاويين إذا ما أرادوا أن يستمرون في نغمة الانتصارات أن يتعاطوا مع مباراة هجر على أساس أنها مباراة للنصر للشباب للاتحاد للهلال، وأنا سمعت هذا الكلام على لسان مدرب الفريق اللي شدد على موضوع انه لا يجب على اللاعبين ان يضيعوا نغمه الانتصارات اللي اخيرا عرف طريقها النادي الاهلي في المباريات الاخيره. نعم دكتور.
أنا أعتقد الكلام اللي قاله سامي أنا أعتقد أؤيده بشكل كبير جدا. يجب أن تحترم الخصم. فريق هجل يظل أيضا فريق يعني عنده الإمكانيات أنه ممكن يسبب مشاكل للأهلي. هجل أيضا يصارع على الهبوط، وبالتالي يبحث عن مثل ما قال مدربه يبحث على الأقل عن نقطة، إذا لم تكن ثلاث نقاط على الأقل نقطة. فبالتالي أنا أعتقد وعلى ملعب هجر أنا أعتقد أنها هتكون أيضا مباراة صعبة على النادي الأهلي. ثقافة الفوز الآن موجودة عند لاعبي الأهلي. أعتقد الأهلي يعني يسعى أنه يدخل زي ما قلت لك المربع الذهبي، فبالتالي عليه أن يلعب بكرة ويحترم الخصم حتى يستطيع أن يحقق النتيجة. بالمناسبة دكتور، النجران يلعب مع الشالة، ونجران لديه مدرب جديد أيضا خميس. صحيح. العبيدي. نعم. وهو تونسي. أنا يعني أنا أتعجب من هذه التغييرات. نجران كان يسير بشكل ممتاز. يعني نعم هذا الكلام اللي أقوله، يعني كان هجر يقدم مستويات ممتازة جدا مع المدرب السابق. أنا ما أدري وش المسبب لتغيير المدرب، يعني هذا الشيء يوجه أو السؤال يوجه لإدارة النجران. الفريق النجران كان يقدم مستويات رائعة جدا مع المدرب السابق. ليه الآن غيروا المدرب؟ هذا السؤال يوجه لإدارة نجران، وأنا أعتقد دائما تغيير المدربين يسبب هزة الفريق. إذا هي مباراة المدربين الجدد. صحيح. بين المدربين العرب أيضا. نعم. أحمد العجلان. أحمد العجلاني وخميس العبيدي، وكلهم أيضا أعتقد من تونس. من تونس. نعم. الاثنين. مواجهة تونسية. سعودية بنكهة تونسية. نعم تونسية تونسية. سامي إذا كان لك تعليق أولا، دوري زين بعد التوقف الآن أعاد في مباريات شاهدناها من مباراة النصر والأهلي، كانت مباراة ممتعة. غدا ثلاث مباريات. أيضا سنضطر بعد ذلك للتوقف بعد مباريات يوم الجمعة، أيضا ثلاث مباريات. لا أعرف إن كان هذا الأمر سيخل كثيرا باستعدادات الأندية، بخطط المدربين، بوضعية كل مدرب وأهدافه المستقبلية. ماذا؟ يمكن أنا أعتقد أنه موضوع زي هذا خارج نطاق الحل نهائيا. لا يمكن حتى أنا شخصيا من الناس اللي أعتقد أنه حتى نقاشه بصراحة يعني يأخذ يستنزف منه الوقت والجهد، لأنه خلاص يعني الطيور طارت برزاقها مثل ما يقولون. الدوري أنا بالنسبة لي أعتقد أنه الآن انتهى حسابيا أو توقعا على الورق. أعتقد أنه حيكون ما بين الفتح والهلال، وبالتالي أنا أعتقد أنه نحن نرجع يعني مرة أخرى لنفس المربع القديم. نعم التوقفات دائما طيب. تهلك الأندية، تأثر على الأندية. خلينا نتكلم الأسبوع اللي فات الأهلي لعب مع النصر، كان واضح تأثر نادي النصر على سبيل المثال من موضوع التوقف. سوى دروب جامد يعني وكبير جدا في مستوى نادي النصر. أنا أضرب المثل فقط بالنصر لأنه كانت مباراته يعني قريبة وكانت شاهد على هذا الكلام. طيب. يعني أنا أعتقد أنه لجنة المسابقات السنة القادمة مطالبة بوضع رزنامة واضحة وصريحة وغير قابلة للاختراق حتى لو اضطرينا لتخفيض عدد المسابقات لدينا. طيب دكتور تعليقك السريع على هذا الأمر. أنا أعتقد يمكن نسمع حديث كثير من المدربين أن التوقف يؤثر بشكل كبير جدا على مستويات الفرق، يعني لما يكون الفريق في مستوى تصاعدي وتجي توقف طيب. دوري اعتقد هذا يؤثر بشكل كبير جدا على المستوى. شكرا جزيلا لك دكتور فهد القريني، شكرا جزيلا لك سامي القرشي، امل ان التقي بكما في مرات قادمه ان شاء الله. شكرا لكل ما طرح من قبلكما، وشكرا للزملاء في الاعداد بقياده عبد العزيز الناجي، فيصل العصيمي، عبد الله الجمهور، بندر شوير، وايضا الاستاذ العزيز عبد الله الحرازي. شكرا لفهد العتيبي مخرج هذه الحلقه. ألقاكم يوم غد في حلقة جديدة من برنامج الملعب. دمتم في أمان الله.